في شرم الشيخ، وقبل انطلاق المنتدى في فعالية مهمة جدا ولكن على مستوى الشباب، بمعنى ان كل كوب يعني كل يعني مثلا الكوب 26 كانت في جلاسكو، تمام، فقبلها كان في فعاليات تتعلق بالشباب ورؤية الشباب لقضايا البيئة، كانت كوي مش كوب بقى، لما بتبقى الشباب بيسموه كوي، فكان كوي 16 في جلاسكو. احنا عندنا هنا السنة دي كوي 17، يعني قمة المناخ للشباب 17. السنة الجاية مثلا او القمة الجاية هتكون في دبي مثلا، يعني هي كوب 28، فهيبقى عندهم الكوي 18 اللي هو ما يتعلق بمؤتمر الشباب او مؤتمر المناخ بالنسبة للشباب، واللي هم الحقيقة هم الامل، يعني الشباب هم قادة المستقبل، هم اللي بيتخذوا الاجراءات اللي بتتعلق بحماية البيئة في العقود القادمة. واحد من هؤلاء الحقيقة الشباب المصري الناشط في مجال البيئة والمشارك بقوة في مؤتمر شباب المناخ، الأستاذ عبد الله عماد، منسق نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر شباب المناخ ومؤسس المؤتمر المحلي لشباب المناخ والمدير التنفيذي لمبادرة ACTS. أستاذ عبد الله مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بيك، أهلا بيك يا سامح. ايه الاخبار؟ قولي عملتوا ايه بقى من وجهة نظرك كده في مؤتمر شباب المناخ، وادينا الانطباع واحنا على يعني بعد ساعات قليلة من الكوب 27 او مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. اولا يعني مؤتمر المناخ السنة دي يعني احنا فعلا حاربنا عشان خاطر ان احنا نفضل نخليه موجود هنا في شرم الشيخ. احنا بدأنا في البداية خالص لما عرضنا الفكرة على وزيرة البيئة في زي ما انت قلت في جلاسكو، وقلنا لها ان احنا لازم مصر هي اللي تستضيف النسخة 17 من مؤتمر المناخ. وبعد كده في شهر 3 قدرنا ان احنا نيجي هنا نجيب الناس اللي كانوا موجودين عن كويس 16 في انجلترا، واللي احنا نخليهم هنا يقابلوا وزير الشباب والرياضه ونعمل تسليم رسمي ليه من كويس 16 لكوي 17. ومن هنا جت التسميه بتاعت كويس 17 ناشونال فوكال بوينت او نقطه الاتصال الوطنيه لمؤتمر الشباب. ودي تسميه احنا حصلنا عليها من اليونجو، وهي المنظمه الشبابيه الرسميه للامم المتحده لتغير المناخ. السنة دي كويس 17 بيحصل في الدولة اللي بيحصل فيها، في المدينة اللي بيحصل فيها الكوب، وهي شرم الشيخ، وبيهدف لأربع أهداف أساسية. أول حاجة هي نشر الوعي، كباسيتي بيلدينج أند ريسك أويرنس، اللي إحنا بنعرف الناس إيه هي القضية اللي إحنا جايين نتكلم عليها، بس مش بس القضية بتاعة تغير المناخ، لكن كذلك بنشوف الدول اللي بتتأثر أكتر بتغير المناخ وبنوفر دوت للشباب. حصل السنة دي يا عمرو إحنا عندنا أكتر من 140 جنسية موجودة، وتقريبا ما يقرب من 1000 مشارك من حوالين العالم. النقطه الثانيه من اهداف المؤتمر برضو اللي هي بيبقى فيه كونكت بين الناس وبعضيها، ان احنا بنوصل الناس لبعضيها، لان البرنامج بتاع كوي عباره عن خمس حاجات بتحصل في نفس الوقت، فبالتالي انا كعبد الله ما اقدرش ان احضر كل حاجه، فبضطر ان انا اسال الشاب الثاني اللي حضر سيشن ثانيه بحيث ان هو يديني معلومات اكثر عنها. بدون تحيز، بدون تحيز، بما انك انت كنت في الكوي 16 اللي كان في جلاسكو في انجلترا السنة اللي فاتت والسنة دي، طبعا انت مسؤول وانا يعني اثق في تقييمك، بدون ادنى تحيز لبلدنا ولينا، انت شايف ازاي قدرتنا على تنظيم مؤتمر وحدث عالمي زي ده بالعدد ده كله من الحضور من اكتر من 158 دولة؟ ده دول بس الموقعين، يعني دول الموقعة على الاتفاقية الاطارية. انا حضرت قبل كده 4 كوبس قبل كده، وده الكوب ليا الخامس، فعاوز اقول لك ان احنا السنه دي احنا مش بس عملنا سكيل اوسع، انا حاسس ان كل حاجه اتعملها ستريتش اوت، يعني كل حاجه بقت بشكل عريض جدا، موجوده كبرت جدا جدا جدا. انا كنت في زياره مع وزير الشباب والرياضه وممثلين من الامم المتحده ووفد من الامارات، وشفنا الجرين زون قد ايه هي ضخمه وقد ايه هي كبيره. احنا كنا لسه فيها دلوقتي بالظبط وما لحقناش حتى ان احنا نخلصها. الجرين زون كذلك لما رحنا عشان نستلم البادجات بتاعتنا لقينا ان هي لا منظمه، واستفادوا جدا من مثلا من الحاجات اللي حصلت قبل كده في جلاسكو. جلاسكو كانت ضيقه وكان الناس بتشتكي مثلا ان في طوابير كتيره في النهار، دلوقتي بقى في الموضوع بقى شكل، بدل ما كان كله بالطول عشان اقف اخد البادج بتاعي بقى كله بالعرض زي ما انتم شايفين، وبالتالي الدخول هيبقى اسرع، الناس هيبقى عندها فرصه ان هي تخش تحضر النيغوشيشنز اسرع واسرع. فطبعا لا انا بدون اي تحيز طبعا، بس انا مصري، بس فعلا لا المره دي كانت مختلفه جدا عن كل مره، السكيل نفسه كان اكبر بكتير بكتير جدا جدا من السنين اللي فاتت. طب انا شاكر جدا وجودك معانا استاذ عبد الله عماد، منسق نقطه الاتصال الوطنيه لمؤتمر شباب المناخ في شرم الشيخ، شكرا جزيلا لوجودك معانا. حاجه الحقيقه تفرح وحاجه تشرف، وان شاء الله باذن الله 12 يوم يكون نتيجتهم
ان شاء الله فيما يتعلق بالمناخ يكون في اجراءات. نامل ان القاده والزعماء وممثلي الحكومات والمنظمات المعنيه بالبيئه والامم المتحده يقدروا يوصلوا او يتفقوا على اطار لحمايه البيئه، ده جزء، ومساعده الدول الناميه اللي بتعاني من خسائر التغيرات المناخيه، يقدروا ان هم باذن الله في نهايه ال 12 يوم ومن خلال الفعاليات الطويله دي ان هم يوصلوا الى قرارات او خطوات ملموسه. ولكن كمان جنب ده في مكسب كبير قوي من ان مصر تظل وشرم الشيخ تحديدا تظل لمده 12 يوم تحت المجهر وتحت انظار العالم كله عشان نشوف اللي بيحصل في شرم الشيخ، اللي بيحصل في مصر من التنظيم، من الابهار، من حسن الاستقبال، من القدره على استضافه احداث عالميه ودوليه كبيره زي دي. الحقيقه مكاسب كتيره جدا، والمكاسب الصحيه طبعا كمان مكاسب مهمه جدا جدا جدا.